حازم ريفيوز، هاز ريفيوز. انا النهارده جاي مطعم في ناس كتير قوي يعني الشباب صحابي بيتكلموا عليه، اسمه عيش وجبنه، فانا عايز اجربه بقالي فتره، فاسمع ان هو كويس يعني. والميزه ان هم يعني عاملين فيه حوارات جديده كتير، مش بس مش اللي هو مطعم اكل وخلاص، مش عارف. فعايز اروح اشوف what the fuss is all about. هل ابروف اللايه دي الاول؟ اهلا اهلا اهلا، استقبال حافل. في قاعده جوه وقاعده بره، يعني عاده بينصحوا ان انتوا يعني الواحد يقعد جوه، بس الجو حلو جدا بره يعني. طيب ايه بقى الحوار؟ بسم الله. يعني هو جاي بيقول لي انا هاجي اعمل لك اورينتيشن. الاورينتيشن دي بيقولوها للموظفين الجداد في الشركات، فاهم؟ لا احنا عندنا اي كلاينت لو بيجي اول مره بنعمله اورينتيشن على طول. يعني بتدي تريننج للشخص اللي جاي، صح؟ دي حقيقه. حتى الناس بتتريق علينا، يقول لك يا عم ده احسن برزنتيشن الشركات، فاحنا نعمل اورينتيشن. جامد جدا. طيب. طيب دوس. ماشي. بص يا سيدي، هتكلم على الكونسبت الجديد. فكرته ببساطه هو فكره تشيز سكيلتس. احنا عندنا 3 كاتيجوريز من التشيز سكيلتس. سكيلت يعني طاسه. فعندنا وستر ولود بوتيتو اورينتال. فكره الوسن ببساطه دي بلند اوف امبورت تشيز، حوالي 6 او 7 انواع جبنه مستورده، شيدر اصفر على شيدر احمر على جوده على على فلامنك على شويه حاجات تانية عشان ما نكشفش الريسيبي. جميل. بيتجمعوا مع بعض ويعملوا بلند. انت مش بتحس بفليفر معين من انواع الجبنه المختلفه، بس هيعجبك السبيشال بلند بتاعنا. والوسن بياخد توبينج وسن، سواء بقى برجر، هوت دوج، كولد كاتس، بيف بيكن، كريسبي فرايد تشيكن، وات ايفر. تاني كاتيجوري اللودد بوتيتو سكيلتس. اللودد بوتيتو هي الفرق عنها ان هي بتاخد هوم ميد بوتيتو. جميل. عليها روزماري فريش وزبده، كيوبز دي مكعبات. يس. مكعبات وبتبقى سكيلي. شفت انا الصور بس. يس. وبتاخد هوم ميد بوتيتو، بتاخد روزماري فريش وزبده، الزبده مستورده. ماشي. جميل. وبعد كده بتاخد الوسترن صوص، وبعد كده بتاخد التوبنج. هنا ممكن تلاقي حاجات توبنج وسترن وحاجات توبنج غربي. اخر كاتيجوري هي الاورينتال. دي فكره ان فيها 11 نوع جبنه بس مصري، حاجات بقى زي الرومي وبيضه ملح خفيف وقشطه بلدي من البلاند الشرقي. فيها كبده وسجق وبتاخد توبنز كلها شرقي، فهتلاقي حتى اسمها شرقي وكلها شرقي. فكبده سجق بقى بسطرمه، مش عارف شاورما وهكذا. اكشوال البست سيلر عندنا هو كبده على السجق، بس ماشي. انا كابو سمره يعني شايف اللي بياخد كبده على السجق ده بيعك الدنيا، بس هو اكشوال هي اكتر حاجه بتبيع. هم لو مبسوطين هم حرين. طيب بس كده. طيب قشطه. انا ممكن اطلب شور. يعني انا حاسس استنى. طيب هبعت لكم بقى حد من الكباتن ياخد الاوردر. انا عامه يعني انا مش هجيب كل اللي انت قلته، لان الاكسبيرينس بتاعت ان انت تيجي وتقعد مش عارف ايه وتشرح ومش عارف ايه، دي في حد ذاتها مش عايز احرقها كلها، بس انا هدي ايه شوتس كده بالظبط كده. منور النهار الجاي عاش جدا حبيبي. الحوار بالنسبه لي في المطاعم اللي بتفتح جديد بتبقى فكره ان يعني ممكن مطعم يفتح اللي هو فقره، اللي هو مثلا ايه بنعمل مثلا برجرز عليها مش عارف بالمحشي واتيفر، يعني اللي هو حاجه تروح تاكلها مره عشان تجربها اكسبيرينس واحده وتمشي وخلاص. فانا الحوار بالنسبه لي في المطعم ده ان هم اعتقد ان هم هيبقوا مطعم اللي هو بتجيله، مش مجرد فقره يعني اكسبيرينس واحده وخلاص. الميزه الثانيه اللي عجباني ان هم مدخلين الغربي والشرقي مع بعض، مش بس جايبين برجرز بس ولا عاملين كبده وسجق بس ولا كبده وشاورما بس والحوارات دي، عاملين كل الحوارات دي. لو حد فيكم راح المحل في اسكندريه اللي اسمه البان سويسرا، الافكار الكور يعني بتاع الفكره مشابه، لكن طبعا هنا ليفل اعلى، يعني المفروض يبقى جورميه يعني المفروض. يعني انا جعان جدا. خدنا يوسفي حلو جدا، وجوافه بالنعناع صايع. صايع تشيزي فريكن فرايز. ماشي. جايبين البتاع ده معاه والحاجات المصريه الاورينتال، يعني بيبقى معاها
عيش جامد جامد جدا، بس الجبنه كتير قوي يعني بجد. وبعدين الميزه ان هي مش بتلادين يعني الجبنه ما يعني ايه لسه سايحه، ما اعرفش حاطين فيها حمض ايه ولا بيخليها ملادين كده، بس نايس. بس مرهق يعني حوار ايه جبنه كتير قوي يعني مثلا 3 اسابيع جيم راحوا في ثانيه. انا اسمي السادات، البوزيشن بتاعي هنا في بريد اند شيز او عيش وجبنه هو بوزيشن مش موجود في مصر، موجود في دبي بس. البوزيشن ده اسمه وزير السعاده. عادة في المطاعم في مصر حضرتك بتروح عشان تاكل تنبسط صح؟ اكيد مش هنتعاكمنا عليك يعني. هنا الفكرة عندنا في بريد اند شيز او عيش وجبنة مش ان حضرتك تنبسط بس، او ان حضرتك مجرد ان الاكل كويس وخلاص او سيرفيس كويسة، لا احنا بنبص لبعد ال 100% satisfied. دي عبارة عن حاجة المفروض ما كناش نجيبها لان هي مضرة جدا بس حلوة جدا. توست ملفوف وجواه بتاع ده شوكولاته وعليه بتاع ده كارميل وعليه ايس كريم للاسف يعني. سلام. يعني اتبسطت قوي لما عرفت ان كل ده لسه سوفت اوبننج. يس ان شاء الله احنا جراند اوبننج موست بروبابلي يعني هيبقى 11/2. ماشي عاش جدا. لا ربنا يبارك فعلا. ربنا يكرمك. مبسوط جدا والله. حبيبي والله حظك نورتنا. الله يكرمك حبيبي. ربنا يكرمك. عجبني الجو جدا وحوار وزير السعاده ده جامد قوي. وبعدين اسمه السادات ووزير السعاده الاثنين يعني اللي هو ايه ثانيه واحده انت اسمك السادات وكمان وزير السعاده اللي هو ثانيه واحده. I recommend ان انتوا تيجوا تجربوا المكان ده. في الاغلب لو انا يعني لو يعني لما اجي تاني ان شاء الله هاكل هجرب الساندويتشز والكلام ده لان الجبنه كتير قوي عليا انا يعني مره ممكن مره كل فتره كبيره يعني بس تو ماتش تشيز. قشطه كلنا بنحب الجبنه وبتاع بس كتير قوي عليا انا شخصيا يعني. متحمس اني اجرب الساندويتشز والكلام ده. والديزرت كان حلو، كان كراميل كتير قوي، انا ما بحبش الكراميل يعني بس اللي بيحب الكراميل هيحبه جدا جدا.